السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ فتحي. في هذا الفيديو اللي غتكون جديدة بمحتوى جديد تحت اسم توجيه لك، يعني هاد الفقرة هذه غتكون عبارة عن توجيه موجه لليزيتيديون المقبلين على لا ليسونس فوندامونتال اون ايكونومي. الوغ دابا نتوما وصلتوا لواحد المرحلة اللي ملزمين انكم تختاروا واحد الباركور، يعني تختاروا واحد الطريق، سواء ايكونومي جيستيون سواء جيستيون. بزاف ديال لي ستوديون ما عارفينش اش غيختاروا وحايرين ما بين هاد لي دو فيليير. الوغ اليوم ان شاء الله غنحاول انني نعرف بكل فيليير على حده باش تسهل عليكم عمليه الاختيار وتختاروا الاختيار الصائب. نبدا على بركه الله بلي موديول كومان اونتر لي دو فيليير اون اي 5. الوغ الاي 5 كاينين 6 ديال لي موديول، 3 ديال لي موديول مشتركة ما بين ليكونومي جيستيون و جيستيون، يعني كيقراوها لي دو فيليير، و 3 ديال لي موديول مختلفة، يعني اللي كيقراوها ليكونومي جيستيون ماشي هي اللي كيقراوها جيستيون. هنا فين كيكون الاختلاف وهنا فين كيصعب الأمر على الناس اللي باغيين يختاروا. ألوغ نبداو بلي موديول كومان. أول موديول عندنا لا فيسكاليتي. لا فيسكاليتي هي واحد الماده اللي غتعجبكم بزاف. علاش؟ حيت بيغمون براتيك، خصوصا الناس اللي كيعجبهم البراتيك بزاف. هاد الماده بيغمون براتيك، الاهتمام ديالها كينصب على المجال ديال الضرائب المباشره والغير مباشره، يعني لي زامبو ديريكت اي لي زامبو انديريكت، بحال لا تي في ا لي اس لي ار. موديول نيميرو 2 غنشوفو لا جيستيون فينونسيير. لا جيستيون فينونسيير هي واحد المادة كذلك اللي بيغمون براتيك، كتهتم يعني بلي زانفستيسمون اي لي بروجي رياليزي باغ لي زونتربريز. لي زيكزارسيس غالبا كيكونوا يعني كيكون مطلوب منكم انكم تختاروا يعني لي بروجي رونطابل. مثلا كيتعطى لكم 3 ديال لي بروجي، انت كتختار واحد البروجي اللي المردوديه ديالو مزيانه مقارنه مع لي زوتر بروجي، وكذلك تعرفوا على لو كابيتال انفيستي، يعني هذاك الراس المال اللي كتخصصو لونتربريز للاستثمارات ديالها اكسيتيرا. ثالث موديل عندنا لا جيستيون دي ريسورس هيومان. هذا الموديل هذا واخا تيوريك ولكن يعني زوين بزاف. علاش؟ حيت كيقربكم لا رياليتي، كيخليكم انكم تنتوما تفكروا اون طون كو جيرون، يعني غيخليكم تحسوا براسكم انكم يعني ان جيرون دونتربريز، واحد المسير دونتربريز. الوغ هاد لا جيستيون دي ريسورس هيومان الاهتمام ديالها كينصب على كومو لونتربريز جير سي ريسورس هيومان، الموارد البشريه. الموارد البشريه هو واحد العنصر مهم في لي زونتربريز. علاش؟ حيت الا كانت عندك لي ريسورس هيومان بيان فورمي بيان يعني كومبيتونت اكسيتيرا، غتكون عندك واحد لا برودكسيون دو بون كاليتي، اي بار كونسيكون غيكون عندك واحد لا بار دو مارشي كبيره. الوغ لي ريسورس هيومان كيفاش كنجيروهم؟ كنجيروهم اون ماتيير دو ريكروتمون، يعني التوظيف، لا فورماسيون تكوين، لا ريمونيراسيون الخلاص ديالهم كيفاش كيتم، واش ب اون بارتي فيكس اون بارتي فاريابل ولا ميكست ولا فيكس بوحدها. لا جيستيون بريفيزيونيل دي زومبلوي دو كومبيتونس، يعني لونتربريز كتشوف المستقبل ديالها واش عندها دي ريسورس هيومان اللي غيخرجوا تقاعد، الا كان عندها كره خاصها تجيب موظفين جداد اكسيتيرا. يعني هاد الماده هادي زوينه بزاف. تقدروا انكم في الاكزامان تلقاو كلك اكزرسيس، حيت تقدر يعني تعطيكم ان اكزرسيس، مي ان شاء الله نحاول في البداية ديال العام ندير لكم دي اكزرسيس على دي موديل اللي فيهم دي كا براتيك. ندوزو دابا نشوفو لي موديل دو لا فيليير سيونس ايكونوميك اي جيستيون اي 5، المواد اللي كيقراوها غير سيونس ايكونوميك اي جيستيون ماشي جيستيون. عندنا لا كونطابيليتي ناسيونال. لا كونطابيليتي ناسيونال غتكون التتمة ديال الموديول اللي قريتو في الاس 2 اللي هو الماكرو ايكونوميك. الماكرو ايكونوميك كنتو شفتو فيها السيركوي ايكونومي، كنتو شفتو فيها لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال بحال بي 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 ام بي الار ام بي دي. الوغ هاد لي زاغريغا هادو، هاد السيركوي هادو اللي شفتو
غتزيدوا تتعمقوا فيهم وتعرفوا عليهم اكثر. كذلك عندنا موديل ديال ليستوار دو لا بونس ايكونوميك، غتكونوا بيان سور عقلتوا على الموديل اللي قريتوه في الاس ان اللي هو لانتروديكسيون على ليكونومي. لانتروديكسيون على ليكونومي شنو كنتو شفتو فيها؟ شفتو فيها المدارس الاقتصادية، مدارس الفكر الاقتصادي بحالاش، بحال لي ميركونتيليست، لي فيزيوكرات، لي كلاسيك اللي كنتو شفتو ادم سميث. هاد المادة هادي ديال ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك غتزيدو تعمقوا في هاد لي بونسي هادو، زائد غتعرفوا كذلك على لي كينيزيان، هادي واحد المدرسة كذلك اللي كينز معروف بزاف، هو اللي من بين الناس اللي لقاو الحل ديال الأزمة ديال 1929. المهم هاد المادة هادي بيغمون تيوريك، ما فيهاش البراتيك. آخر موديل عندنا غولاسيون ايكونوميك انترناسيونال، هاد المادة هادي غتشوفوا لونسومبل دي غولاسيون ايكونوميك ما بين لي بيي، مثلا المغرب في العلاقات الاقتصادية ديالها مع فرنسا، مع ايطاليا، مع المانيا، يعني مع كاع لو غيست دي موند. غتشوفوا لا بالونس كوميرسيال، غتشوفوا لي تيوري اللي جابوهم بحال ادم سميث، بحال ريكاردو في هذا الخصوص هذا، يعني في لي تيوري ديال لي غولاسيون ايكونوميك انترناسيونال. يعني هذه المادة هذه كذلك هي واحد المادة اللي تيوريك ماشي براتيك. شوفوا دابا لي موديل دو لا فيليير سيونس دو جيستيون اي 5، سيونس دو جيستيون بالإضافة للثلاثة ديال المواد المشتركة اللي كنا شفناهم في الأول، غيزيدو يقرا لوديت. لوديت هي واحد المادة، شنو بعد لوديت؟ لوديت هو بحال العملية ديال المراقبة اللي كتخضع لها لونتربريز، بحال مثلا ملي كيجي المراقب باش كيشوف لك الحسابات ديالك واش دقيقة ولا ماشي هي هاديك، كيشوف لونتربريز واش هي هاديك، يعني في لي شيفر ديالها، في لا رياليتي ديالها، كيشوف واش لي شيفر اللي مصرح بيهم واش هي نفس لي شيفر اللي كاينة عندها في لا رياليتي ولا كاين تما شي فرق اكسيتيرا. يعني هذا الموديل هذا هو موديل بيغمون تيوريك، ما فيهش تمارين، يعني غيكونوا تمارين ولكن تيوريك، سو سون دي كيستيون دو ريفليكسيون. دروا دي زافير حتى هو غتقراوه، غيقراوه الناس ديال الجيستيون. دروا دي زافير غيكون التتمة ديال الدروا كوميرسيال اي دي سوسيتي اللي قريتوه في الاس 4. اخر موديل هو الماركتينغ ابروفوندي، ماركتينغ ابروفوندي يعني هذا الماركتينغ هذا غيكون معمق اكثر على الماركتينغ اللي قريته في الاستروا. استروا كنت غالبا ركزت على لي 4 بي، لي 4 بي هنا غتشوفوا حاجه اخرى، غتشوفوا ماتريس بي سي جي اكسيتيرا. يعني هذه الماده هذه هي ماده تيوريك، ولكن تقدروا تلقاو فيها بعض لي زيكزيرسيس بحال لي زيكزيرسيس ديال ماتريس بي سي جي. هذا بخصوص الاس 5. دابا نشوفوا الاس 6، لي موديل كومان اونتر لي دو فيليير في الاس 6. عندنا الكونترول دو جيستيون، الكونترول دو جيستيون هي واحد الماده اللي كتهتم بالبيدجي ديال لونتربريز، يعني كيفاش لونتربريز كتقدر انها تجاري البيدجي ديالها، الميزانيه ديالها، كيفاش لونتربريز تقدر تجاري لو ستوك اكسيتيرا. يعني هذه الماده هذه تابعه للكونتا اناليتيك، وتابعه للاناليز فينونسيير، وتابعه للجيستيون فينونسيير، يعني الاس 3 والاس 4 والاس 5 ودابا الاس 6. الموديول الثاني اللي مشترك ما بين لي دو فيليير في الاس 6 هو الميثود ايكونوميتريك اي ريشيرش اوبيراسيونيل. هذا الميثود ايكونوميتريك و ريشيرش اوبيراسيونيل هو موديول واحد ولكن جوج ديال المواد، كاين ليكونوميتري اللي هي الميثود ايكونوميتريك، وكاين الريشيرش اوبيراسيونيل. بحال كيف ما شفتو في الاس 2 كان عندكم الجبر والماتفيل، هو موديول واحد ولكن دو ماتيير. الوغ في الميثود ايكونوميتريك شنو غتشوفوا؟ غتشوفوا الامور اللي كانت متعلقه باللي ستاتيستيك، البروبابيليتي، لي شونتيوناج. اللي كان ضابط هاد المواد هادو الميثود ايكونوميتريك غتجي له سهله، حيت الميثود ايكونوميتريك
فيها لي لوا بحال لوا دو ستيدونت، لوا دو بواسون، لوا نورمال اللي كنتو شفتو في الاس 3 بالضبط في الموديل ديال ليشونتيوناج اي استيماسيون. بالنسبه للغوشيرش اوبيراسيونيل هي واحد الماده اللي بيغمون براتيك. بعد نسيت ما قلت لكم على الكونترول جيستيون، راه ماده بيغمون براتيك خدمه. ميثود ايكونوميتري كذلك خدمه، وشيرش اوبيراسيونيل كذلك خدمه. يعني هاد الثلاثه ديال المواد هادو كاملين براتيك خدمه. وشيرش اوبيراسيونيل هي واحد الماده اللي فيها غير تمارين، هي بحال المات. يعني غوشيرش اوبيراسيونيل كوم لونتربريز كدير دي غوشيرش ديالها. الوغ هنا في الغوشيرش اوبيراسيونيل كذلك كيف ما قلت هي واحد الماده اللي بيغمون براتيك، تمارين، ميثود ابليكي فقط، زائد لو بروجي دو فان ديتود. بيان سور لو بروجي دو فان ديتود كلشي كيعرفو بي اف او. بي اف او هو واحد البحث اللي كيديرو الطالب في النهايه ديال المسيره الدراسيه ديالو. الوغ نحاول مع البديه ديال الاسيس ندير لكم واحد لا فيديو على البي اف او، ولما لا الا لقيت كاين اقبال على لا كيسيون بي اف او نقدر ندير واحد اللايف اللي نقدر نوضح لكم فيه كاع لي زيتاب اللي غتبعوا باش ديروا ان بون بي اف او، ونساعدكم ان شاء الله فيه. دابا غنشوفوا لي موديل دو لا فيليير سيونس ايكونوميك اي جيستيون في الاسيس اللي كيقراوهم فقط سيونس ايكونوميك اي جيستيون. عندنا الماناجمنت استراتيجيك. الماناجمنت استراتيجيك هو واحد الموديل زوين بزاف واخا تيوريك. الماناجمنت استراتيجيك كتكون التتمه ديال الماناجمنت 1 اي 2 اللي شفتو في الاس 1 والاس 2. الماناجمنت استراتيجيك كتشوفوا فيها لي موديل بحال لي موديل ديال بورتر، موديل ديال سوت، موديل ديال سوت اللي هو الاناليز استراتيجيك. كتشوفوا تعرفوا على لي فورس اي لي فيبليس، لي زوبورتونيتي اي لي مناس اللي كتقدر ان تواجههم لونتربريز في لو مارشي. كذلك غتشوفوا لي استراتيجي، لي استراتيجي اللي تقدر لونتربريز تتبعها في ان مارشي، بحال استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، ديفيرسيفيكاسيون، ليكستيرناليزاسيون، لامبارتيسيون اكسيتيرا. اخر موديل عندنا تيوري ايكونوميك كونتومبورا. تيوري ايكونوميك كونتومبورا غيكون واحد التتمه ديال السلسله ديال لي تيوري بحال اللي شفتو في الاس 1 في الانترودكسيون، اللي شفتو في الاس 5 ديال ليستوار دو لا بونس ايكونوميك. هنا غيكون التتمه، ولكن التتمه راه كاين فيها واحد الجديد، تيوري ايكونوميك كونتومبورا. لي كونتومبورا يعني غتشوفوا النظريات الاقتصاديه المعاصره من التسعينات لهنا، الوقت اللي راه حنا فيه دابا. لي موديل دو لا فيليير سيونس دو جيستيون اي 6، لي موديل اللي غيقراوهم سيونس دو جيستيون. عندنا جيستيون دو بروجي، هنا كومون لي زونتربريز جير سي بروجي. اون ماتيير دو كوا؟ اون ماتيير دي تون، اون ماتيير دي تاش كذلك، حيت ان بروجي يقدر يعرف بليزيوغ طاش. مثلا واحد البروجي اللي فيه 10 ديال لي طاش، كل طاش شحال كتكلفنا، شحال ديال لي ريسورس اللي نقدروا نحتاجو، شحال ديال الوقت اللي نقدروا ندوزو فيها اكسيتيرا. وغتشوفوا بلو بريسيزيمون لي دو بيرت اي ريزو غانت. هاد لي دو ريزو غتشوفوهم في هاد الماده هادي اللي هي لا جيستيون دو بروجي. هي ماده فيها البراتيك وفيها تيوريك، ولكن الاكزامان كيكون غالبا 10 نقط براتيك 10 نقط تيوريك. اخر ماده هي لا استراتيجي اندستريال. شنو المحتوى ديالها؟ غالبا كيكون المحتوى ديال هذه الماده هذه منصب على لي استراتيجي، لي استراتيجي ادوبتي باغ اون انتربريز، بحال اللي ديجا قلت لكم في الماناجمنت استراتيجيك، بحال استراتيجي سبيسياليزاسيون، لامبارتيسيون، l'internationalisation, diversification, différenciation, etc. هنا كتحاولوا انكم تقراو لي زيتود دوكا، يعني كتعطى لكم واحد لي دوكا، يعني دي زانفورماسيون على واحد لونتربريز، وانتم كديروا لها اون اناليز وكتجبدوا الامور اللي مطلوبه منكم في دي كيستيون، بحال لي فاكتور كلي دو سوكسي، بحال لي استراتيجي، بحال لاناليز سوت. لاناليز سوت هو لي فورس لي فيبليس لي زوبورتونيتي لي مناس،
نحاول إن شاء الله في يعني في خلال هذا الموسم إن شاء الله نحاول أنني نختار لكم بعض المواد اللي كيلقاو فيها بعض المشاكل ولا اللي محتاجين للشرح ديال هذه المواد، وندير لكم بعض لي زيكزارسيس. بعض المواد غندير لكم غير دي زيكزارسيس، وبعض المواد غندير دروس وكذلك دي زيكزارسيس وتصحيح ديال الامتحانات. الوغ نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، ونتمنى تكون توضحت لكم الفكرة اكثر باش تعرفوا تختاروا لو شوا المناسب، حيت هذه مسيرة دراسية خاصكم تختاروا واحد لو شوا اللي نتوما قادرين انكم تجيبوا فيه لو ماكسيموم بوسيبل دي نوت، حيت الاس 5 والاس 6 هي داخلة في لا بريز دو نوت ديال الملف ديالكم اللي غترشحوا به ان شاء الله الماستر. يعني في الاس 5 والاس 6 حاولوا انكم تضربوا لو ماكسيموم بوسيبل ديال لي نوت. تري بون كوراج، على فيديو بروشان ان شاء الله.